نيجي للسؤال اللي كان قبل الفاصل، حضرتك بتتكلم على نقطة مهمة جدا، ان يكون عندك القاعدة وعندك الأساس ان انت تبني مستقبل لمدة 10 سنين مش لمدة 3 4 سنين. احنا في الوقت دوت حضرتك شايف بالمنتخب الأولمبي وعناصره الواعدة جدا جدا مع منتخبنا الأول بعناصر مميزة على مستوى المحترفين وعلى مستوى اللاعبين المحترفين داخل مصر، هل احنا فعلا عندنا القاعدة الكبيرة ديت ان احنا نقدر نقول ان مستقبل المنتخب المصري مش السنه دي او الوصول لكاس العالم، لا احنا بنتكلم كمان على كمان 2026، يعني بنتكلم كمان على فتره طويله شويه، هل عندنا هذه القاعده وايه اللي يتعمل من خلال اتحاد الكوره وايه اللي يتعمل من خلال المدربين وايه اللي يتعمل من خلال الاعلام عشان ان شاء الله يكون عندنا استمراريه لمنتخب مصر قوي نقدر نقول خلال ال 15 سنه اللي جايه. بص يا بفضل الله يا كابتن، عندنا مواهب، المواهب دي موجوده في الكره المصريه ودي بتظهر، يعني تلاقيها بتظهر بتطلع لوحدها كده، انت عارف زي ما يكون جبل ذهب كده وتلاقي تيجي رياح فتطير التراب من عليه فتلاقيه بيظهر لوحده مش محتاجه تنقيب. يا بالك لو انت نقبت على هذه المواهب واشتغلت عليها بشكل منظم وجبت شركات تنقيب مميزه ومتخصصه ومؤهله وبكفاءات عاليه ونقبت عن هذا الذهب اللي موجود اللي هو مواهب كره القدم اللي موجوده عندك، اعتقد ان ده هيحقق نجاحات كبيره جدا. اذا عملت ده بشكل قوي بشكل مميز مع اتحاد الكوره بمدربين على مستوى عالي ومؤهلين بشكل جيد واخدين شهادات تدريبيه صحيحه وسليمه دون غش او تلفيق او فساد او تزوير او مجاملات، اعتقد ان المدربين دول يقدروا يطلعوا لعيبه. ان تتاح الفرصه للمواهب ان هي تاخد طريقها في الانديه الكبيره برضو بدون مجاملات وبدون تدخلات ودون وسط في قطاعات الناشئين، ان اختبارات قطاعات الناشئين تتم بطريقه يعني تفرز المواهب، الطريقه اللي بتتم بها اختبارات قطاع الناشئين يا كابتن ازاي انت 100 واحد قدامك في 5 دقائق ولا 10 دقائق بتدي له فرصه، دي عمليه كارثيه. صحيح. عمليه تدمر ده، حتى لو هو جاي لك موهبه هيتدمر نفسيا، يعني حاجات كتيره جدا هتحتاج كلام كتير جدا يطول شرحه. يعني خلينا نتكلم في جزئيه المنتخب الاولمبي اللي هو الموجود عند القاعده اللي موجوده حاليا. بالظبط، عندي مجموعه من الكفاءات الكرويه ومجموعه من اللاعبين المميزين الموهوبين في كل المراكز موجودين في المنتخب الاولمبي اللي هيكونوا نواه اساسيه للمنتخب الاول في 26 ان شاء الله لما هيكون، واللي ان شاء الله هيقدموا مستويات رائعه باذن الله ربنا يوفقهم ويكونوا مميزين في دوره الالعاب الاولمبيه. دول هيكونوا موجودين، دول بعد انتهاء دوره الالعاب الاولمبيه هتاخد منهم عدد كبير جدا، هيبقوا هم يعني ممكن يطلع منهم 20 25 لاعب يبقوا الاساسيين في منتخب مصر، مجموعه اساسيه، ده يبقى عندك اكتر من لاعب في اكتر من مركز بنفس المستوى. فانا عندي ده، بس عليا المهم انا عندي مشكله كبيره جدا بالنسبه للمنتخبات المصريه اللي هي دون المنتخب الاول، ان مجرد انتهاء مهمتها فركش اول منتخب الاولمبي خلاص لانه هو هيبقى منتخب اول. ان حضرتك بتتكلم على المنتخبات ما قبل المنتخب الاولمبي، عندك منتخب ناشئين ومنتخب شباب. بالظبط، هي دي الجزئيه، في يعني في منتخبات كده وفي لاعب بتقعد تعده دوليه لمده 10 لمده مثلا 4 5 6 سنين. ما هو لسه كابتن ربيع ياسين قعد 3 سنين مع منتخب الشباب في المنتخب، وطبعا للظروف اللي احنا شفناها والغاء والكورونا ضاع المنتخب، ضاع الجيل دوت بشكل غريب. لكن المؤكد ان الجيل ده فيه مواهب اكيد 100%. مين اللي هيرعاها؟ مين اللي شافها؟ مين هيتبناها؟ مين اللي هيفضل يمسك يحافظ عليهم دول كده لغايه ما يطلعهم؟ يعني يمكن الكابتن ربيع ياسين كان بيقول لك دول ممكن يبقوا المنتخب الاولمبي القادم اللي هو خلف المنتخب. هو طبيعي، هو طبعا اكيد، بس في النقطه ديت انا برضو كان ليا تجربه في المانيا. خلي بالك ساعات المانيا ما بتعملش منتخب اولمبي، ساعات بتعمل المنتخب الثاني وبيشارك في بطولات هي المانيا اللي بتحددها، بمعنى ان ما بيخشش تصفيات الاولمبياد بمعنى اصح، لكن بيختار وقت معين عنده مجموعه مميزه جدا يبدا بيسلمهم لمدرب متخصص في هذا السن، يعني شغال روبش ده لعيب كبير جدا طبعًا. متخصص في المرحله السنيه من 18 ل 20 سنه تمام، بيدي له هذا المنتخب ويقول له انا مش هشارك في تصفيات الاولمبياد، انا عايزك تعمل لي فتره تخطيطيه على مستوى عالي جدا ان هذا المنتخب يكون هو نواه المنتخب الاول. الكلام ده حصل مع المانيا في الفتره اللي فاتت، ان هذا المنتخب هو حصل على كاس العالم للقارات، تكلم على بطوله كبيره جدا، نتيجه انه قعد سنتين يهيئ حتى بدون مسابقه دوليه، بيعملوا لهم تخطيط على مستوى الماتشات الوديه، على مستوى التخطيط، على مستوى فني، طبعا بيتابعوهم في انديتهم بشكل كبير جدا. فبالتالي ده مش موجود للاسف عندنا، عندنا والله منتخب الشباب صعد لكاس العالم هيكمل، لا خسر في التصفيات، لا يبقى كله بح ما فيش حد، بالرغم ان يكون عندك مواهب كبيره جدا جدا وبتروح منك. تمام كده، شوف انت حضرتك يعني وسط الكلام ده قلت جمله مهمه جدا هي مربط الفاس عندنا في مصر، المدرب اللي مختارينه اللي متخصص في الفتره من 18
15 ل 20 سنه. هذا المدرب عارف بقى له 15 سنه بقى له 15 سنه عارف بقى يعني ده عارف ومتخصص وفاهم فبيقدر يشتغل. لكن احنا ما عندناش الكلام ده. عندنا ممكن اي مدرب يجي مجموعه من التربطات اللي موجودين ويمسك في اتحاد الكوره وارد جدا. هي. وممكن واحد ملوش خبرات يمسك، ممكن واحد ملوش نتائج ويمسك، عادي جدا ما فيش مشكله خالص. ده بيعمل كوارث طبعا كتيره جدا. فعشان ننجح لازم يكون عندنا ده الصح، شغل صح بتخطط. شوف هو ما يفهموش الاولمبياد، مع ان المنتخب الالماني لو دخل الالعاب الاولمبيه ياخد ميداليه مستريه، لكن هو ما يهموش ميداليه في الالعاب الاولمبيه، لكن هو بيخطط لكاس العالم، بيخطط لما دول هيوصل. لذلك المانيا في كل كاس عالم اقل حاجه تلاقيها فيها يعني ساعه ما طلعوا من دور ال 16 المانيا اتقلبت والدنيا بتاع وعادوا تفكيرهم وتخطيطهم تاني. دايما تلاقي سيمي فاينل دايما اقل حاجه فيها بالنسبه لهم سيمي فاينل. وكتير جدا بيلعبوا فاينل، ممكن يفوزوا او ممكن ما يفوزوش، لكن في النهايه من ضمن الاربعه الكبار اللي موجودين على مستوى العالم، ما فيش مشكله. فدي الناس اللي بتخطط. اتمنى اتحاد الكره يشتغل بهذا الشكل. منتخب الاولمبي بعد ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله يحقق طموحاتنا إن شاء الله. سواء قدر يحقق ميداليه فده يبقى شيء عظيم جدا، لا قدر الله لو حققش برضو عندنا مجموعه من المواهب اللي نقدر نستفيد بيها، لابد من الحفاظ عليهم. اعتقد ان الكابتن حسام البدري شايفهم كويس جدا ومخاطب منهم، منهم مجموعه موجوده دلوقتي ومنهم مجموعه برضو لسه مش موجوده. ده الحقيقه مجموعه يعني ما تقلش عن مستوى المنتخب الاول. ولو اتكلمنا يعني على الاسماء النهارده، كان احمد ياسر ريان هو اصلا منتخب الاولمبي، مصطفى محمد منتخب الاولمبي. بتتكلم اسماء كبيره قوي يعني صحيح. يعني حد يعني انت بتبص على مصطفى محمد دلوقتي تخيل مصطفى محمد عنده 30 سنه بس يعني. لا ده منتخب اولمبي ده لسه بتاع 23 سنه صحيح. يعني مصطفى محمد 23 سنه، رمضان صبحي 23 سنه، احمد ياسر ريان 23 سنه، عمار حمدي دون 23 اكرم توفيق، احمد فتوح، اكرم اكرم توفيق الوتد اللي في وسط ملعب الاهلي ده منتخب اولمبي. اكرم توفيق لا ناس كتيره جدا، طاهر على خبر ابيض لا ناس كتيره جدا. يعني انت بتتكلم في 32 لاعب مع كابتن شوقي، كل واحد فيهم لوحده حقيقه تقاله في كره القدم حقيقه. يعني صحيح. فطبعا زي ما حضرتك بتقول هذا الجيل من المنتخب الاولمبي اعتقد ان شاء الله تصعيد بشكل كبير، عدد كبير منه هيدي كمان مساحه للكابتن حسام البدري ان شاء الله نكون وصلنا كاس عالم. انك عندك، وده هرجع لك في سؤال، ان خلاص مع احنا يمكن من فترات قريبه كان عندنا مشكله في راس الحرب لمنتخب مصر ساعات، يعني على منتخب حتى اجيري كنا بنتكلم على مشكله يا كابتن. احنا قعدنا سبع سنين صحيح، سبع سنين منتخب مصر ما فيش بندور على راس حربه. دلوقتي بقى ما شاء الله يعني الدنيا فتحت، عندك مصطفى محمد، عندك احمد ياسر ريان، عندك حسام حسن، في مروان واحد اللي كان الوحيد اللي كنت شغال عليه وهو خارج المنتخب دلوقتي. لا يعني عندك مجموعه من المهاجمين غير الدوري برضو، في مجموعه برضو من المهاجمين اللي هم حتى لو تعتبرهم صف تاني او صحيح موجودين اظهروا كفاءات عاليه جدا واظهروا مهارات عاليه جدا موجودين.